هي هتكون معانا النهارده عشان تعرف الشباب اللي مش عارفين حاجه عن حمله رساله يسالوا وهي هتدور. حاجه بس بالنسبه للاستاذ ايهاب، احد مؤسسي الفريق في اول مره، يعني هي مش حد غريب عن الفريق اصلا. انا عايزه اشكر مستر احمد لان هو وفر عليا كتير جدا. الكور اللي حضرتك اتكلمت فيه ده جزء يعني ريحني جدا. النقاط اللي انت بدات بيها، انا هبدا بالمتابعه الاثريه دي، جميله قوي المتابعه الاثريه دي، عجبتني قوي. هو اللي هيحصل فيكم دلوقتي المتابعه الاثريه عشان تبقوا فاهمين، يعني هو انا ما كنتش اعرف ان احنا بنشتغل متابعه اثريه في المحاضره. اللي هيحصل فيكم حالا هو المتابعه الاثريه دي كده بالظبط. عشان كده كنت عايزه حضرتك كنت تشهد معايا، لان هيفرق معايا تواجد حضرتك في الفيديو. عايز ليا اسامه، وانا ربنا يكرمكم. وانا يعني حقيقه انا يعني اقدر اقول ان انا اقل حد فيكم، بس انا ربنا سبحانه وتعالى حباني بحسنه ان انا كنت موجوده في اول ثلاثة تيم كونوا فريق من مهاره سعيده عامه في مصر. فدي حاجه انا بعتز بيها وبفخر بيها، فعشان كده مضطره اقولها. لان انا طول ما انتم موجودين قدامي انا نفسي انتم تبقوا يعني حسنه لكل الناس اللي جايين بعديكم تطلعوا على فريق يعني وراكم. بس انا اللي يهمني في المتابعه الاثريه حاجه ثانيه تخص الحمله. انا مسؤوله الحمله فرع مصر الجديده. الحقيقه بما ان الكور برضو بتاع الكلمه بتاعت مستر احمد كانت عن المسؤوليه، فهي سبحان الله برضو حياتك نزلت قدما، يعني كده حضرتك نازله لي القدم الجميل. احنا كنا بنتكلم عن المسؤوليه، والمسؤوليه هو ان احنا هنسال، فانا هسال. وطبعا انا مش هتسال لوحدي، انتوا فاكرين انا هتسال لوحدي؟ انا مش هتسال لوحدي، انتوا كلكم هتتسالوا معايا عشان تبقوا عارفين. انا مش هتسال في القصه دي لوحدي. كل نشاط فينا نازل لايه تارجت. انتوا عارفين القصه ولا مش عارفين القصه؟ عارفين قصه الحمله ولا لا؟ انتوا حضرتوا الحفله بتاعت الاماره سنه، كلكم حضرتوا؟ سمعتوا السبيتش بتاعت الدكتور؟ هو غالبا يعني دايما بيركز بيتكى قوي على ان السبيتش بتاعت الحفلات تبقى بتخص الحمله بتاعت سلام. فهو كان بيتكلم على ان انتوا عارفين طبعا القصه، ان الرساله بتواجه ازمه، والازمه دي بسبب كلام كتير اللي اتقال عليها، وعلشان احنا في كلام كتير فالناس طبعا في ناس بتصدق وفي ناس عارفه رساله كويس وفي ناس مش عارفه رساله. فالرساله اتضرت، واحنا بنعترف وبنقول علنا ان الرساله اتضررت. نسبه التبرعات قلت ما بين 30 ل 40%. انا بعتبر ان ده مؤشر خطير جدا في المجتمع، ان احنا لما نبقى كيان كبير بيخدم المجتمع بصوره واضحه جدا ويتضرر بالشكل ده بالمؤشر ده بالبرسنتج دي، برسنتج عاليه مش علينا، احنا مش هنتاثر. المتطوعين هيتحركوا ويدخلوا ويخرجوا عادي، الرساله هتبقى موجوده وموجوده في كل حته عادي وشغاله. بس حقيقي مين اكتر حد متضرر؟ زي ما انت متضرر، انت المستفيد الاول من التطوع. مين بقى اكتر متضرر في القصه دي؟ المستفيدين حقيقيين، الناس المحتاجه فعلا اللي بيوصل لها الخدمات او اللي بتوصل لها اللي بيوصل لهم الخدمه. فاحنا قرروا يعني مجموعه من المتطوعين قرروا ان هم يعملوا مبادره حمله يعرفوا الناس ان رساله بتمر بازمه والازمه دي سببها كذا. ما ينفعش احنا نبقى موجودين جوه بيوتنا وعارفين ان رساله بتمر بازمه ونبقى بابا وماما مش دارينين معانا، واحنا اكتر ناس المفروض نعرف الدنيا ونعرف عيلتنا ونتفق اصدقائنا ومحيطنا واصحابنا وعيلتنا ان احنا دلوقتي عاملين حمله جماعيه تبرعات. واحنا عاملين حمله جمع تبرعات، فكان دايما الدكتور كان بيتكلم يعني كان فتح نقاش يعني في هل ان احنا نجمع تبرعات دي حاجه يعني عيب، يعني هل هي حاجه المفروض نتكسف منها؟ فافتكرنا ان رساله اصلا قامت على القصه دي، رساله كل اللي سمع قصه رساله عارف ان رساله اصلا قامت على قصه ايه؟ تبرعات. واحنا جالنا تبرع كانت اسره هندسه، كان فيها مجموعه من الشباب اتحمسوا بعد الكلام اللي بيتقال في محاضره الاخلاقيات والانسانيات اللي كان بيعملها الدكتور في كليه هندسه جامعه القاهره. وبعدين الناس دي لما اتاثرت قوي بقت تشتغل في الكليه، فبقوا بيعملوا حاجات وبيطلعوا منتج. فجالهم حد من اهالي متبرع بقطعه ارض اللي هي فيصل، هي اول مبنى لينا للرساله في فيصل. وبعدين المجموعه دول كلهم قالوا ايه؟ احنا هنقدر، احنا عايزين عشان نبني الدور ده محتاجين اول دور نبنيه للرساله محتاجين 200,000 جنيه. فالناس كلها قالت هنقدر ما عدا واحد قال احنا مش هنقدر. وبعدين هو يعني فضل شايفهم يقول لهم لا انتوا مش هتقدروا، فضل يعافر معاهم وهم يقولوا لا هنقدر.
فبعدين هو لما شاف حماسهم وشافهم قد ايه متحمسين وكده فقال المشروع ده هيتم وربنا هيبارك فيه بحماس الايه بحماس المجموعه اللي كانت متحمسه لان الموضوع ده. الحقيقه انا شايفه ان السيناريو برده بيتعاد، كلنا شايفين ان نفس السيناريو ده دلوقتي حالا بيتعاد. الناس اللي اخذت ثواب اول بذره واول انتاج اتحط على الارض ورساله كبرت كده، الناس دي اللي سعت وحست ان احنا هنقدر وان شاء الله هنقدر. والراجل صاحبهم الاولاني الدكتور ده اللي كان عليه فبيقول اللي هو قال المشروع ده هيتم وربنا هيبارك فيه، حقيقة هو نفس السيناريو بيحصل دلوقتي. احنا موجودين في نفس الموقف دلوقتي، كان احنا بنتعرض لحاجه معينه. في مجموعه من الناس هتقول احنا هنقدر، ومجموعه ثانيه من الناس هتقول احنا مش هنقدر وكبر دماغك ونفس الكلام اللي حضرتك بتقوله كده بالظبط والمسؤوليه. ومن هذا المنطلق انا كنت حابه ان انا اخاطب كل الناس. طبعا انا بشكر التيم بتاع الرساله جدا 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 لانه سمح لي ان احنا نتكلم كلنا مع بعض وان الفكره تتعرض في الصوره الحلوه دي. انا بشكر كل التيم وقائمه العمل على انوار رساله. عشان اي حد عنده اي استفسارات تخص الحمله اتمنى انتوا تلاقوا ناس، يعني حتى مش شرط اكون انا بس دايما هيبقى في ناس مننا هتبقى لسه في ده. واي حد عنده اي استفسارات احنا المفروض ان احنا هدفنا ان احنا تكون النشاط عليه جدا، والتارجت ده المفروض كلنا نحققه وتبقى للمسؤوليه وان احنا ماشيين ببلان. البلان دي ليها تايم بلان ليها وقت معين، فاحنا المفروض قبل رمضان يعني من هنا لحد رمضان نكون خلاص التارجت. المفروض كلنا نتكاتف ونتعامل على هدف ونكون مسؤولين علشان نحقق التارجت. هنحققه ازاي؟ من خلال محيط المعارف والاصدقاء والاقرباء، هو دايره الثقه اللي هي دايره صغيره. مثلا كنا بنخاطب الناس بنقول لهم كل متطوع يجيب 1000 جنيه من دايره معارف واصدقاء وقرايبه، يعني لو احنا قلنا في 100 كل واحد جمع 10 من 100 واحد هيجيبوا ال 1000 جنيه. الاليه مش هنحددها، يعني احنا هنسيبها مفتوحه. النشاط يحدد الطرق الاليات اللي هو محتاجها. احنا ممكن نستخدم كروت مثلا، عندنا كروت بفئات للست امراض، يعني احنا بنتارجت اساسا مرضى اللي هم الفقراء من المرضى اللي هم بقى روماتويد وفشل كلى واطراف صناعيه وكاس متحركه. انتوا لو شفتوا الفلاير مكتوب عليه كل الكلام ده. فهو قال عندنا اربع فئات، فئه ب 10 جنيه، فئه ب 25، فئه ب 50، فئه ب 100. اللي محتاج يستخدم الكروت، النشاط نفسه هيحدد، يعني النشاط هيقعد مع بعضه وهو يقرر هو محتاج يستخدم ايه الوسائل اللي هيحقق بيها التارجت بتاعه. هي فكره التارجت مش فكره، يعني مش فكره ترهيب، بس هو علشان نبقى احنا حاطين حاجه نتحاسب عليها، يعني يبقى في عندنا دوكيمنت بنتكلم عليه، حاجه بنلتزم بيها وطبقا للنشاط وبننزل نفسنا جواها ان احنا نحققها. نجحنا في ان احنا نحققه فاحنا حققناه، اذا احنا نجحنا وكل ما هنحقق اكتر هيبقى في بونسز اكتر وهكذا. بس احنا المفروض دلوقتي احنا نشتغل على النقطه دي، ان احنا كلنا لازم يكون جوانا كل الحماس اللي يخلينا ان احنا ننقذ الموقف دلوقتي. الناس اللي بتعمله دلوقتي دي اللي هتعمله دلوقتي في انها تحقق الجزء حقق التارجت ده وكلنا نتحرك في الاتجاه ده، هي ناس حقيقي اللي بتعيد سيناريو اللي حصل من سنه 2000 اللي هو من 14 سنه. يعني يا اما هنقدر يا اما مش هنقدر، يعني احنا عندنا طاقه ان احنا نقدر يبقى احنا هنقدر فعلا. ولو احنا سلبيين ومكبرين ومستر احمد ومكبر دماغك وما عندناش مسؤوليه ومش حاطين الفكر ده اللي احنا اتكلمنا عليه في المسؤوليه بتاعت النهارده، حقيقي احنا جوه مسؤوليه فعلا. يعني اللي بيحصل ده حالا دلوقتي هو صميم المسؤوليه. يعني انا مش عارفه محاضره حضرتك كانت جميله جدا، اثرت عليا كل الطريق بصراحه. اللي بيحصل دلوقتي حالا هو مسؤوليه، احنا مسؤولين، احنا موجودين، احنا هنا حاسين بقيمه المكان. ما كناش احنا نفتح سكه وتشالنج ان احنا ندافع عن المكان ده ونرد على تساؤلات الناس واي حد عنده اي استفسارات سلبيه، واحنا نكون احنا المبادرين بده، امال مين هيعمل ده؟ ما كناش احنا ده مين هيعمله اصلا؟ ما كناش احنا نبقى موجودين وحاسين بقيمه ده وعارفين قد ايه ده ممكن ياثر وعارفين قد ايه ده ممكن هيبقى ايجابي، وان احنا اللي هنقوم المكان ده واحنا اللي هنعليه واحنا اللي زي ما بنستفاد منه احنا اللي هنقومه وهنكبره. ورسالة هتبقى مش عارف بعد 30 سنه هيبقى فيه كام حاجه حلوه اللي هو مستر احمد قال عليها، الاحلام والطموحات، وانا ليه ما كنتش موجود جزء من الحته دي. انا هعرف الحته دي بقى الحته دي اتعملنا مواثق ووصلنا لحته. طب ليه انا ما كنتش جزء من الرساله بره؟ ليه انا ما كنتش اكون انا السبب في ان الرساله دي تكبر؟ هو احنا على التراك الحقيقه، يعني انت دخلت المحاضره واتحطيت في الوسط، انت على طول اتدبست دلوقتي حالا. احنا دلوقتي حالا خدنا المحاضره واتحطينا على اللايف. فمين بيقول احنا هنقدر بقى؟ كان حد هنا بقى شايف ان احنا ممكن نقدر نحقق التارجت بتاعنا؟ الله، طب سلفوا نفسكم بقى. بجد بجد انتوا رائعين. اي حد لو عنده اي استفسارات يخص الحمله؟ انصرع بس. انا تحت امركم وانا بطلب من كل حد فيكم، ده اهم طلب، الابلكيشن. في حد عارف ان احنا عاملين ابلكيشن تطبيق على الفيسبوك
مين كان واحد بقى مشترك اصلا على التطبيق؟ والله ناس حلوه والله الناس دي حلوه ممكن تعملوا بعض يعني والله بجد. طب ممكن بجد تعملوا بعض؟ انا عايزه الناس كلها تنزل على الابلكيشن، نفسي كل الناس تنزل على الابلكيشن. اول الابلكيشن ده ليه كذا ميزه، الميزه الاولانيه اللي ان انت ما بتبقاش مضطر تاخد كوبي بيست من الشير لاي ستيتس او اي حاجه تخص رساله، هو بينزل لك التطبيق ده بينزل 2 بوست بير داي، ما بيهلكلكش الفيسبوك يعني، بينزل 2 بوست بس بيتكلم عن الحمله، فبيتكلم نيابه عنك، فالمحيط بتاعك انا بساعدك يعني. التطبيق ده جزء من مساعدتك لتحقيق الايه انك انت تجري في انك انت تحقق التارجت بتاعك. فناس منهم هتسالك اسئله، فانت اكتر حد عايش في المكان، فتكون حقيقه ترد، فدي دعايه رساله، فبتعمل صوره ايه انت على الصوره الحسنه رساله. من الاخر احنا بنسميها انت ظاهر الرساله، انت ظاهر الرساله. فلما حد يسالك على اي استفسار لما ينزل على التطبيق، فانت ايه ظاهر الرساله، انت بتنقل الحقيقه، بتنقل الواقع. في ناس ثانيه الكريديبيلتي عندهم عاليه موجوده، فاول ما يشوفوا البوست هيتحركوا، فهيقول لك طب انا عايز اساعد، طب انتوا محتاجين كام، طب انا ممكن ابرع 100 جنيه، طب انا ممكن 200 جنيه، فهيفتح لك شانلز للايه؟ لانك انت تجمع التبرعات من خلال الفريندز ومن خلال ال بس ادي كل القصه وادي كل السيناريو. انا عايز كل الناس هنا تبقى على التطبيق. ممكن انا دلوقتي حالا خليكم تنزلوا على التطبيق دبس. بس اي حد عنده اي استفسارات انا تحت امرك. انا خلصت. كان في حد يا شباب كان بيتكلم بيقول ان هو كان عايز يستفسر اكتر. في لسه؟ انا تبرع يعني تبرع فن بس مش هيسمع هو. تبرع عادي. انا خلينا نركز اكتر ان احنا لما بنيجي نعمل تبرع، تبرع لازم يكون باقساط، نكتب في الملاحظات سلامي الف ونشاطك، علشان انت بتنتمي للنشاط ده، فانت مركز في التارجت بتاع النشاط ده عايز تحققه. فخلي دايما ان انت بتكتب نشاط انوار رساله في الملاحظات، سلاوي الف انوار رساله. فخلاص لما بنيجي نعد بقى في الاصولات بنعرف الاثر والترتيب للحصاد. اتفضلي. بس انا عايزه اسال سؤال، هو المفروض ان انا لما اجمع التارجت كله اللي هو ال 1000 جنيه اسلمهم، ولا اي مبلغ يبقى معايا اسلمه على طول؟ انت دايره ثقتك ومعارفك دول هيشككوا فيكي ولا هيدوكي الفلوس يعني؟ لا لو انت عايزه تجمعيهم 1000 مره واحده وتكتبي فلان وفلان 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 جمعوا ال 1000 ودي ال 1000 اللي انا جمعتها في الحصاد يدخل، يعني احنا بنتكلم في دايره الثقه. هو انت الواحد بيحس ان هو عايز محتاج على كل 10 جنيه طلع اقساط لما بيلجا للقاعده الشعبيه للجمهور، لكن احنا بنتكلم في دايره الثقه، خاله وعمه وعمته واولاد خالي اللي هو الناس اللي ايه الفلوس دي رايحه سالفه يدونا، مش ممكن لا خالك عايز اقساط اديله اقساط بقى يعني ساعتها ايه 50 جنيه 100 جنيه كده، لكن انت بتجمع من دايره المعارف، اعمل اقساط مره واحده او اعملها على فترات، المهم في النهايه خلاص مبلغ يدخل باقساط، مفيش مبلغ يتجمع من غير اقساط. احنا نتركها بقى يعني في حته الضمير دي يعني بتبقى بتاع كل واحد يعني مش هندخل فيه، بس المفروض ان احنا عارفين ان احنا نايمة علشان هدف عشان الناس دول. لا يمكن احنا نكون هنا وموجودين في رساله عندنا مشكله في الضمير، انا يعني ما عنديش اي شك ان ممكن يكون في متطوع هنا عنده اي مشكله في الضمير، يعني احنا متطوعين في رساله اصلا. فالاصل ان الفلوس اللي هتجيلي هتدخل بس بايصال عشان نعرف نعدها ونحسب، مفيش تبرع بيجي من اي حته غير ايصال. بس حد عنده لسه اي استفسار؟ بس عندك حاجه اضيفها؟ اتفضل. حد شباب مين اللي حضر معانا ساعه ما كان دكتور شريف بيتكلم عن الحمله في ايه اللي حصل؟ دكتور شريف كان بيتكلم عن من سن سنه فله اجر من عمل بها، فهو بيقول الفكره في واحد ايه حط يعني حتى مش بناشر بقى احنا بقى كنت قاعد انا كنت قاعده هو كذا حد كان قاعد في المسرح ظاهر متردد يعني كله كان بيفكر في اليوم ده فعلا كله كان بيفكر يعني كم واحد كان بيفكر طيب يعني انا بس كنت قاعد بس هو في واحد احنا كنا قاعدين فوق كنتوا قاعدين فوق كنتوا نازلين مش عارفين هو السبيتش نفسها الناس فعلا جمعت وعملت ليه الحماس ده مش جوه الفروع؟ احنا محتاجين ده، محتاجين نفكر نفسنا بيه. هو كله متردد ان هو يعمل ده. لو قلنا دلوقتي حد كام واحد هيدفع؟ ها؟ طيب يلا. احنا الحقيقه لما جينا الناس اللي جمعت ال 1000 بيتعمل لها صور، بيتعمل لها صور.
هو يعني هو ليه احنا عاملين الفكرة دي؟ عاملين كل متطوع من اي نشاط بجمع الالف بنعمله صورة من باب شحن الهمم علشان الناس تعرف ان الالف تيجي ان احنا هنقدر ان احنا في ناس عملتها. فناس تقول يعني انا مش هقدر. طب ما انا هقدر. ما الناس بتعمل اهي يعني ما في 7000 شخص اهو من كذا فرع بينتموا لكذا نشاط كل واحد فيهم قدر يجيب الالف. طب احنا ليه مش هنقدر؟ فعملنا ده علشان كل واحد بيجمع بإيصال وبالصورة انا قدرت احقق فاللي هيقدر يبقى احنا كلنا هنقدر. لو حد واحد قدر يبقى كلنا هنقدر. هنقدر طبعا. شكرا. شكرا.